مثل ما تعودتوا عم نطلع عليكم يوميا على شاشة الام تي في ونهيلكم طريقة الشوبينج مع شوبينج باي بست سيلر. غرض متنوعة ومميزة واسعارها كتير مقبولة. انتوا قاعدين بالبيت بدكم بس تتابعونا وتختاروا الايتم يلي بهمكم، تتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم من دون اي كلفة اضافية وين ما كنتوا بلبنان. لكل ستات البيوت يلي بتهمون ريحتن، سوي برو بلس الجديدة هي الحل. هالمكنسة على البطارية ما إلها شريط وما بدها كيس وما بيتعدى وزن الكيلو الواحد. بتسحب كل شي من الكبير للصغير إن كان على السجاد على البلاط وعلى الباركي. وبتحللنا خاصة مشكلة الشعر يلي ولا مكنسة بتحللنا إياها. الفاكيوم التقليدية تقيلة وبدها شيت كهرباء والمكنسة العادية بيعلق فيها الشعر. مثل ما شايفين بيجي معها بطارية وشارجر وما قلنا إلا نشارجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينا على الباركيه، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في لزوم أبدا نشد، نتركها تمشي لوحدها. والشي المنيح كمان إنه شكلها الجديد تريانجل لحتى نقدر ننظف الزوايا بكتير سهولة. وإذا بدنا نمرقها تحت التخت أو الخزاين أو حيلا شي تاني، شوفوا شو براكتيكال منوطيها بهالشكل، وهيك بصير فيكم تفوتوها وين ما بدكم. وأكيد هذا الشي بيتطبق مثل ما قلت لكم على السجاد كما على البلاط. سوي برو بتبرم 360 درجة، يعني بمختصر فيكن ما تعتلوا هم إذا ولادكن وقعوا بسكوي أو كورن فليكس أو حيلا شي تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقة منفضي الجارول الكبير من الأوساخ. سوي برو بلس مثل ما ذكرت ما بدها كيس ودبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبدا. سوي برو هي ماشين ما بتنضب لأنها تستعمل 365 يوم بالسنة. والعرض هلأ مع سوي برو بلس في 3 هدية، قطعتين ستيكي برو لتنظيف الفوتويات والتياب وكتير إشي غيرهم، وهالفرشاية حتى إذا بدنا نشيل شي على السريع. سوي برو بلس أكيد مكفولة لمدة سنتين. لا تحصلوا عليها تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم ب 43 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. شو أورجنايزر هالشبه خزانة بتنظم وبترتب الشوز. شو أورجنايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بينخزق وبنفس الوقت منه تقيل بالحمل. شو أورجنايزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة وإلها غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا إنه نختار الشوز. قياسها مناسبة كتير 55 × 60 سم وارتفاعها 11 سم، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكال ومرتب. ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكال، فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجنايزر حد بعضن. ب 26 دولار بتحصلوا على شو أورجنايزر، والعرض هلا مقابل شراء 2 شو أورجنايزر بتحصلوا على الثالثة مجانا. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وب 26 دولار بتوصل لعندكم بلا كلفة دليفري. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين نتنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح، الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بينظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير، بثواني كتير قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة وتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب 34 دولار ولدوب الفيتراج ب 60 دولار، والأهم مكفولة لسنتين. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 واحصلوا على تشيلو برو الأصلية وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. صرنا بعصر الشباب تهتم بأناقتها ونظافتها مثل البنات، من هيك صار في مكنات متطورة تساعد على هالشي. جرومر برو سعرها 30 دولار هي مكنة حلاقة بتشتغل على البطاريات، شغلتها تحلق الشعر من دون أي وجع أو علامات على الجسم.
هالمكنة مالتيبل يوز لأن فينا نستعملها لكذا منطقة بالجسم يلي هن الدقن، الشوارب والسوالف، وما بتسبب ولا جرح لأنه شفرتها ستينلس ستيل. مش بس هيك، حتى فيكن تستعملوها لإزالة الشعر من الدينين، الأنف والجسم مثل الإيدين أو أي مكان آخر. جرومر برو مكفولة على مدة سنة، بتوفر عليكن وقت وفيكن تستعملوها أنتو ببيتكن بلا ما تقصدوا الحلاق تبعكن. $30 بتوصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية وين ما كنتوا بلبنان، بمجرد الاتصال ببست سيلر على 01-44-55-55. لكل يلي عندهم حيوانات أليفة بالبيت وبحبوا يهتموا فيهم، بننصحهم بالبت جرومينج جلوف، هالكف يلي بينظف الحيوان الأليف وبيعمل له مساج، بمشط له الوبر وبشل له كل الشعر الزايد يلي عنده إياه. هالكف خفيف مزود من تاني ميلة بقماشة بتشيل كل الشعر والوبر يلي بيكون هارر على الفوتاي أو حتى على التخت. بات جرومينج جلوف صغير ومفعوله كبير، فيكن تحصلوا عليه الواحد $18 أو الاثنين $28 بس، وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية، مجرد الاتصال ببس سالور على 01-44-55-55. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن دايما تتصلوا على بسالور على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على الام تي في.